الحجر الصحي، أماكن الترفيه، الحدائق وأماكن التسلية المغلقة، أخبار عن تزايد حالات الإصابة، كل هذه العوامل تشكل ضغوطات نفسية على الأطفال، لابد على الأولياء أن يعرفوا كيفية التعامل معها. الولي الأمر أو الأب أو الأم يعني كي يولي يتكلم على قضية وباء كورونا، يتكلم من منظور أنه يحاول يطمئنهم أنهم صغار، لازم بالتزامهم بالوقاية والتعقيم والوسائل الوقاية والتعقيم يعني لا يصيبهم بإذن الله شيء. نحاولوا نحتويهم الكوميونيكاسيون، أول شيء هو الاتصال معهم، نحاولوا نشدوا التركيز معهم قدر الاستطاعة بمواضيع معينة يعني باش ينقص. الأمر الثاني نعطوله لعبة معينة أو شيء يشغل به، شيء نافع، مثلا على سبيل المثال نقدروا نعطوه بعض الدروس يديرهم أو خاصة نقدر نقول لك بعض الأمور اللي يقدر يكون هو كهواية ويحبها ويفضلها ولكن بأوقات محدودة. كيف يمكن أن نشرح لصغارنا سبب الحد من حريتهم ومنعهم من الخروج للتجول جراء وجود فيروس خطير؟ هكذا كانت إجابات المختصين. حديث مع أبنائنا قدر الاستطاعة، سماع لهم، يعني احنا عندنا أولياء هما اللي يتحدوا، هما اللي يحبوا يحضروا، لا بعض الأمور لازم أنا نسمع وليدي، نحوسوا على الابن تاعنا واش راهو حاب، ماذا يريد، هل يريد مثلا فترة تاع لعب كبيرة نعطوله حيز تاع لعب ولكن فهموه أنه في مدة معينة لازم يحبس من اللعب، يعني لازم يتوقف من اللعب ويروح مثلا لأمر آخر اللي هو الدراسة. الاستماع إلى أبنائنا خلق جو من الطمأنينة والاستقرار والابتعاد عن التهويل وتخصيص وقت لهم للتنفيس عنهم، هذا ما يجب للأولياء فعله حتى لا تكون هناك انعكاسات سلبية على نفسيتهم.